باشا وقول لي يا بيه، قول لي يا باشا وقول لي يا بيه، ابنك احسن مني فيه، ابنك احسن مني فيه، بعد ما خدنا دروس خصوصيه، 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 مجموعنا ما جابش الكليه، مجموعنا ما جابش الكليه، يا كليه فينك فينك، يا كليه فينك فينك، يا كليه مصر يا مادة، واعرف دورك في القضية، واعرف دورك في القضية، مهما تذاكر مهما تتعب، مهما تذاكر مهما تتعب، تعبك رايح للحرامية، تعبك رايح للحرامية، طالب أنا ولا كبير، طالب أنا ولا كبير، ثورة ثورة في التعليم، ثورة ثورة في التعليم، مجموعنا ما جابش الكلية، مجموعنا ما جابش الكلية، بعد ما خدنا دروس خصوصية، بعد ما خدنا دروس خصوصية، مجموعنا ما جابش الكلية، مجموعنا ما جابش الكلية، يا كلية فينك فينك، يا كلية فينك فينك، التنسيق بينا وبينك، التنسيق بينا وبينك، يا كلية فينك فينك، يا كلية. مصطفى الهواري ادمن مجلس ثورة الثانوية. من هو ايه مشكلتكم اللي كده؟ المشكلة بتاعتنا ان النهارده الناس جايه لها استنفاذ رغبات بعد ما اتحولت في الجامعات الحكومية اتفاجئوا بنتيجة الرغبات استنفاذ رغبات. الناس جايبة 65% ما دخلتش جامعات حكومية. قالك الناس دي تدخل معهد خاص. اللي هو على اي اساس؟ طب انت ازاي نزلتهم في الرغبات واتقبلت في الجامعات الحكومية؟ بعد كده اتفاجئوا بنتيجة الرغبات استنفاذ رغبات يعني يدخلوا معهد خاص. المعهد الخاص طبعا انت عارف من 5000 ل 4000 جنيه ولفوق. الناس مش معاها فلوس تدخل جامعات خاصة، وثانيا المعهد اصلا غير الجامعة مش معترف فيه. اللي يقول لك بقى مش معترف برضه مش معترف. قالوا لي ايه؟ قالوا لي ايه؟ يحكوا علينا وقالوا معايير، يحكوا علينا. انتوا بتطلبوا بان كلكم اماكن في المعادة، طالب ان احنا ندخل الجامعات الحكومية. الوزير كان بيقول لك انه حد ادنى للجامعات الحكومية 50%. ده فين ده؟